انا جيت. هنعمل اول وصفه دلوقتي مع بعض، طاجن كفته بالبتنجان وصوص البشاميل. وصفه ظريفه مكوناتها كده لذيذه مع بعض، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بصوا انا معايا لحمه مفرومه، هنجيب مثلا كيلو من اللحمه المفرومه، ويفضل طبعا يكون فيها دهن 10% 15% علشان طعم الكفته في اللحمه يبقى حلو كده ايه، وملبس كده لذيذ تمام، ودهونه كده ايه تظبط الطاجن تخليه طعمه حلو. هنحط على الكيلو اللحمه المفرومه ده بصلايه مبشوره ناعم طبعا، ملح وفلفل، رشه من جوز الطيب، هنحط كمان بقسماط مثلا معلقتين كبار من البقسماط الناعم علشان ايه نلم الكفته كده ونظبطها، وهنحط معاهم برده بيضه، وهنحتاج بتنجان مشوي متقطع مكعبات صغيره. البتنجان المشوي اللذيذ ده بنعمل ايه؟ بندخله في الفرن ملفوف بألمنيوم فويل على درجه حراره 200، بنسيبه لمده 20 دقيقه، بتطلعيه يهدى بس شويه وتشيلي الالومنيوم فويل، هتلاقي قشره البتنجان سهله معاكي تقشريها، فيبقى معاكي البتنجان مشوي وجاهز. تقطعيه بس كده ايه كاننا هنعمل بابا غنوج مثلا، تقطعيه كده مكعبات من غير ما نهرسه بقى قوي تمام. وطبعا ممكن برضو تشويه في الاير فراير مفيش مشكله. معانا بقى ايه، هنعمل صوص بشاميل وصلصه حمراء كده سريعه. صوص البشاميل عباره عن ايه، معلقه كبيره من السمنه، معلقه كبيره من الدقيق، كوبايتين كبار من اللبن الحليب، مثلا نص كوبايه شوربه ولا حاجه ان وجد، مفيش شوربه خلاص ممكن نحط ميه او نكمل لبن عادي حسب سمك البشاميل اللي معانا، احنا محتاجينه يبقى جوسي كده ما يبقاش تقيل، لا يبقى كده سمكه وسط. هنحتاج كمان ملح وفلفل، رشه من جوز الطيب، نحتاج برده جبنه مبشوره مثلا شيدر او رومي او ميكس شيدر مع رومي، او جبنه كوبايات ناخد منها معلقه كبيره علشان طعم الجبنه في البشاميل اللي بيبقى حلو جدا. هنحتاج نعمل كمان صلصه حمراء كده بسيطه قوي، عباره عن معلقتين ثلاثة كبار من معجون صلصه الطماطم، معانا فصين من الثوم المفروم، شويه زيت حاجه خفيفه، وملح وفلفل، وبس خلاص. ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها، وبالهنا والشفاء. اول حاجه انا بسخن بقى ايه الادوات اللي عندي هنا اهو تمام. اول حاجه الكفته، احنا الكفته هنحط لها المكونات، انا معايا حبه صغيرين تقريبا ربع كيلو من الكفته، لكن انا قلت لكم مقدار كيلو الكفته تمام. هنحط اللحمه عليها ملح وفلفل، ملح وفلفل، بقسماط، رشه من جوز الطيب، ومعانا ايه تفل بصلايه كده ايه تكون حجمها متوسط، تفل يعني احنا ايه بنعصر كده ايه الميه خالص بتاعه البصل، وباخد تفل البصل ده نحطه كده تمام. بما ان ده ربع كيلو بس من اللحمه فمش هحتاج اكسر معاه بيضه، لكن لو هستخدم كيلو اللحمه كله يبقى يفضل نكسر معاه بيضه، البيضه برده ايه بتظبط قوام الكفته وبتخلي طعمها حلو تمام. لكن ده ربع كيلو كده حبه صغننين برده هيبقى يعني هعوضه بان انا بعد ما اكوره يفضل ان هو مثلا يدخل الثلاجه 10 دقائق ولا ربع ساعه تمام. هو في جميع الاحوال لازم تدخل الثلاجه، بس بدل ما تدخل الثلاجه نص ساعه مثلا هتبقى بس 10 دقائق ولا ربع ساعه بالكتير. بصوا كده الكفته ايه يعني اللحمه تمام التمام، بناخد بقى منها كده ونعمل ايه كور كفته، حجمها هيكون ظريف، لا هي كبيره قوي ولا هي صغيره قوي كده بالشكل ده اهو، كورة كفتة كده محترمة وظريفة جدا. طبعا هنا كده في الطبق جنبي، وطاسة بقى تكون سخنة هنحط فيها معلقتين كده من الزيت ولا حاجة، وطبعا ما ننساش ان احنا الكفتة اللي احنا جايبينها اللحمة اللي احنا جايبينها فيها نسبة دهن، فده برضو هتنزل دهونها وهي بتتشوح فهتبقى ظريفة جدا اهو. وبص ربع كيلو اللحمة المفرومة عمل اربع كرات كفتة محترمين اهو. بس كده اهو، ده ربع كيلو لحمة مفروم عمل اربع كفتيات ظراف جدا. طبعا احنا يفضل ان احنا الكفتة زي ما قلتلكوا ان احنا نشيلها في التلاجة يعني 10 دقايق ربع ساعة، هتبقى فرقة قوي يعني هتديكوا تماسك للكفتة حلو جدا. ممكن تعملي حركة تانية، ممكن تدحرجيها كده في شوية دقيق مثلا قبل ما تحمريها على طول، دي برضو هتنجز معاكي ونضمن بيها ان الكفته ما نلاقيهاش واحنا بنحمرها بتتفكك مننا، فاهمين قصدي؟ انا بقى ايه في الطاسه الظريفه دي هنحط معلقتين زيت
وننزل بالكفته. انا معايا بقى شويه حلوين كانوا في الثلاجه، عشان زي ما قلت لكم ده بيفرق جدا. نحطها بقى كده بسم الله، بس عشان الكفته ايه تتشوح وتاخد لون ظريف. دي نبقى نحطها بقى في الثلاجه. وتعالوا بقى نعمل دلوقتي ايه البشاميل. الحله بتاعت البشاميل اهي جاهزه معايا. هنجيب المضرب ونحط السمنه اول حاجه، ومعايا الدقيق كده معلقه، وفي نفس الوقت ايه نقلب الكفته. الكفته ريحتها خطيره. اول ما السمنه تبتدي كده ايه تسيح معانا، هنزل على طول بالدقيق. ادي معلقه دقيق، معلقه كمان. انا عايزه الدقيق والسمنه يكونوا عاملين مع بعض كده ايه سمك. هوريه لكم حالي. السمك ده مش اتقل من كده، بصوا السمك ده ظريف قوي 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 للبشاميل. ونحط بقى اللبن، لبن فاتر او بارد عادي خالص، بدرجة حرارة الغرفة او من التلاجة مفيش مشكلة. ومعانا شوية شوربة، لو مفيش شوربة خلاص مفيش مشكلة. وهنحط بقى ايه رشة من جوزة الطيب، ملح وفلفل، ملح وفلفل، ومعانا كمان جبنة شيدر على رومي مبشورة، او زي ما اتفقنا ممكن نستخدم الجبنة الكوبايات مفيش مشكلة. وعايزة كده بقى ايه البشاميل اللي يتقل معايا. ونشوف اخبار الكفتة. يا سلام عليك يا كفتة، كفتة خطيرة. نشيل بقى الدقيق ده، وبرده نوسع مكان ونشيل المكونات دي ورا عشان ايه نروق الدنيا. معايا ايه بقى دلوقتي؟ فاضل اخر حاجه هعملها اللي هي الصلصه الحمراء. زي ما قلت لكم صلصه بسيطه جدا، معجون صلصه طماطم وزيت وثوم. بس انا كده ايه الكفته عايزه تطلع طبق. تعالى يا طبق. ونطلع ايه الكفته الظريفه، اتشوحت واستوت وريحتها تجنن اهو. بس كده نشيل الطاسه دي برضو، نقول لها شكرا خليكي هنا كده يا طاسه. ومعانا بقى ايه الحله الصغنونه ويا بشاميل انت ما تشد حيلك بقى، ايه الحكاية كده. عايزة البشاميل ربنا يوفقه كده ويبتدي يتقل. والصلصة بقى الحمراء البسيطة هنعملها مع بعض حالا. هنحط معلقتين من الزيت، وحط الثوم، ثوم مفروم فص كده ولا فصين. عايزة بس كده ايه اشم ريحته. وطماطم، بس كده شوية مية، حاجة خفيفة خالص. ملح وفلفل، ملح وفلفل، بس كده. انا كده مجهزه الصوص الاحمر اهو، مفيهوش اي حاجه تانية خالص. وايه وهطفي بقى عليه النار، بس كده نشيله كده على جنب. فاضل بس ايه البشاميل اللي ربنا يوفقه. يلا يا بشاميل اهو بيتقل. هعمل ايه بقى؟ انا جايبه هنا معايا البتنجان المشوي اللي احنا متقطعينه مكعبات،
واول ما البشاميل كده يبتدي بقى ايه يتقل معايا، معايا صينيه فرن اهو كده، اهو البشاميل اهو، القوام ده خطير للبشاميل، هو ده القوام المظبوط. هوريكوا حالا، بصوا اهو، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، يعني بصوا اهو ده قوام هايل. معايا صينيه الفرن، هناخد كده ايه كبشه بشاميل كده بس تحت هنا في الصينيه، واجي هنا بقى على البشاميل ده احط البتنجان، البتنجان المشوي اهو كده بس كده، واقلبه معاهم اهو، عايزه كده البتنجان والبشاميل يبقوا متقلبين مع بعض زي ما انتوا شايفين. وهجيب كده ايه الفوطه، وناخد البشاميل بالبتنجان احطه هنا كده بس، وبعدين بقى الكفته، نحط كده الكفته ايه ونرصها زي ما انتوا شايفين كده، الشكل الظريف ده اهو. ويتبقى اخر حاجه الصلصه الظريفه، هنحطها على ايه وش الكفته والبشاميل كده بس. اللذاذه دي تدخل الفرن بقى، فرن سخن درجه حراره 180 لمده تقريبا 25 دقيقه. عايزه تحطي شوية جبنة موتزاريلا على الوش مفيش مشكلة، احنا طبعا مخلصين واحدة هناك تجنن لذاذة، طعمها بيبقى حلو قوي، البتنجان المشوي وهو مع البشاميل كده بيبقى تحفة، والكفتة كل واحد ياخد له كده كورة من الكفتة، لذيذة جدا جدا. جربوا الوصفة كده دي وقولوا لنا ايه رأيكم، وبألف هنا وشفا. هنروح فاصل بسرعة جدا ونرجع على طول نعمل بقى كيكة الرواني خطيرة، خليكم معانا بعد الفاصل.